في لبنان. وحول هذا الموضوع سيكون معنا بعد قليل من الناقورة مراسلنا هناك صابر أيوب. لا أعلم إن كان جاهزا. حتى يجهز صابر أيوب، أذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أكد خلال الساعتين الماضيتين أن المدفعية الإسرائيلية قامت بقصف مجموعة من الأهداف في جنوب لبنان، وأن تلك الأهداف جزء منها هو مواقع عسكرية لحزب الله. حسب مراسلنا هناك فإن العملية ما زالت مستمرة وأن عملية القصف متواصلة حتى هذه اللحظة. نحاول التواصل معه الآن لنطلع منه ونسأله بخصوص هذه عمليات القصف هذه، وهو موجود في الناقورة. صابر أيوب، مرحبا بك. هل عملية القصف الإسرائيلي على تلك المنطقة متواصلة حتى اللحظة؟ صابر، ما زالت في القطاع الشرقي وتحديدا على منطقة العديسة. نعم، أصوات الانفجارات ما زالت هنالك، القصف متواصل، يبدو أنها غارات تشنها قوات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة في القطاع الشرقي الذي نال قسطا وافرا اليوم من الأحداث الأمنية والأحداث العسكرية المتبادلة بين الطرفين، سواء من حزب الله الذي أصدر بيان أكد فيه أنه استهدف في تلك المنطقة، وخاصة في كفر كلا، منطقة كفر كلا، استهدف من تلك المنطقة، استهدف كاميرات المراقبة على الشريط الحدودي في مستوطنة المطلة، كذلك عمليات قصف لمستوطنات قريبة من تلك المناطق على الشريط الحدودي في القطاع الشرقي. الطائرات الإسرائيلية أو المدفعية الإسرائيلية والطائرات أيضا ردت بقصف عدة أهداف كما يقول الجيش الإسرائيلي على طول هذا الشريط الحدودي، مستهدفة بعض المواقع لحزب الله في تلك المنطقة. ومن القطاع الشرقي إلى القطاع الأوسط أيضا الذي نال أيضا قسطا من القصف بالمدفعية الإسرائيلية، كذلك هنا في القطاع الغربي الذي شهد عمليات قصف من الجانب الإسرائيلي. واحدة من القذائف الصاروخية سقطت داخل المقر المركزي للقوة الدولية أو القوات الدولية للطوارئ اليونيفيل غير بعيد من هنا. صواريخ باتريوت كنا نشاهدها في سماء المنطقة هنا في الناقورة، معترضة عدد من القذائف الصاروخية التي أطلقت من هذا الجانب غير بعيد من هنا، من سهل القليلة أطلقت من قبل تبنت عملية إطلاق كتائب القسام. حوالي تقريبا 20 صاروخا انطلقت من هنا. الجيش الإسرائيلي يقول أنه اعترض على الأقل 10 منها كانت متجهة للاتجاه نحو الأراضي المحتلة، شاهدنا عددا منها، وصواريخ الباتريوت أيضا تعترض هذه الصواريخ المطلقة غير بعيد من هنا، من سهل غير بعيد من هنا. تحدثنا أيضا مع الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، وأكد بأن واحدة من القذائف الصاروخية سقطت داخل مقر اليونيفيل دون أن تحدث أضرارا جسيمة ولا سقوط ضحايا، ولم يستطع تأكيد من أين وصلت هذه القذيفة، إن كانت من الجانب الإسرائيلي أم لا، لم يستطع تأكيد هذه المعلومة، وأكد أنه أبلغ الأمم المتحدة بهذه الحادثة التي وقعت اليوم. اليونيفيل تحذر في كل يوم تقريبا من أن التوتر يزداد على طول هذا الشريط الحدودي الذي تجري به عمليات عسكرية عديدة، نيران متبادلة بين الطرفين، في بعض الأحيان أيضا اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. حزب الله اللبناني